المؤتمر الشعبي العام، التنظيم السياسي العملاق الذي تمخض من رحم الوطن، والمشروع الوطني الخالص الذي صاغته إرادة الشعب ونسجته تطلعاته في الحياة الكريمة. إنه أكبر من الحزب وأقل حجما من الدولة، فهو بمثابة بحر لا شاطئ ولا ساحل له. فتح إحضانه لكل من يرد إليه ليصبح محطة فارقة في تاريخ اليمن وجسر عبور إلى بر الأمان والغد المشرق. يقدم التنازلات في سبيل الوطن، لكنه لا يساوم على ثوابته ومكتسباته المقدسة. إنه الحارس الأمين والسياج المنيع، رائد المنجزات، يحصد الأرباح ولا يخسر الرهان. جسد في فكره وسلوكه الحكمة اليمانية والحنكة السياسية والانتماء للأرض والإنسان. ما يميزه عن غيره من الأحزاب أنه يمني المنشأ، واحدي المبدأ، شعبي الولاء، وطني الانتماء، وحدوي البناء، شوروي الرأي، معتدل الفكر، وسطي الفعل، حميري الحضارة، سبائي الحكمة، قومي الهوية. منذ الوهلة الأولى من ولادته في 24 من أغسطس المجيد من العام 82 900 وألف، جعل نصب عينه وهمه الشاغل بناء الإنسان وإعداده علميا وثقافيا وحرفيا منذ المنشأ حسب الإمكانات المتاحة حينها. وإيمانا مطلقا من أن الإنسان هو أساس الإنجاز والتنمية المستدامة، كانت أولوية مهام الحكومات المؤتمرية المتوالية العلم والتعليم والقضاء على الجهل والأمية. في العام 90 عقب توحيد شطري اليمن دمج النظامين التعليميين في نظام واحد ليصبح على مراحل ثلاث: أساسي، إعدادي، ثانوي، وينبثق عن الأخير تخصص العلم والأدبي. في العام 91 بلغ عدد الملتحقين في التعليم الابتدائي ما نسبته 73% للذكور، وصولا إلى 87% في العام 2004، فيما بلغ عدد الإناث في العام 91 28%، ليصل إلى 63 في العام 2004، مرتفعا إلى 83% في العام 2011. في العام 2000 بلغ حجم الإنفاق الحكومي على التعليم ما نسبته 89.6%، ليصل في العام 2011 إلى 322 مليار ريال. بلغت المنشآت التعليمية في العام 90 إلى 6552، وصولا إلى 15683 منشأة حكومية في العام 2011. في العام 98 صدر قانون محو الأمية وتعليم الكبار، وتم استحداث جهاز حكومي مستقل لمكافحة الأمية. في العامين 96 و97 بلغ عدد الملتحقين في التعليم الأساسي 2,697,655 طالب طالبة، وفي العام 2011 وصل العدد إلى 4,656,390، منهم 217,705 في مدارس أهلية. كما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 16,109 مدرسة، ووصل عدد المدرسين 211,930 معلم ومعلمة في العام 2011. التعليم الثانوي، وصلت عدد مدارسه في العام 2011 331 مدرسة، منها 12 أهلية، فيما بلغ عدد الملتحقين به 615,591 طالب وطالبة، منهم 21,057 في مدارس خاصة. ووصل عدد المدرسين الثانوي 6,891 حتى نهاية العام 2011. يعد التعليم العالي في اليمن حديث العهد مقارنة بالدول الأخرى، ففي العام 1970 أنشئت جامعة صنعاء، تلتها جامعة عدن في العام 75 900 وألف. تحظى اليمن حاليا بحوالي 27 جامعة، منها 9 جامعات حكومية و18 أهلية، تضم جميعها 179 كلية تتوزع بين كليات تطبيقية ونظرية وإنسانية. في العام 90 بلغ عدد الطلاب الجامعيين حوالي 35,000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، ليصل إلى ما نسبته 269,055 طالب وطالبة في العامين 2010 و2011. الجامعات الخاصة حتى العام 93 كانت تفتقر إلى ما نسبته 0%، ليصل في العامين 2010 و2011 إلى ما نسبته 30% و8 من الطلاب.
بلغ عدد الخريجين الجامعيين في العامين 2003 و2004 ما نسبته 23,329 ليصل إلى 27,879 خريج وخريجة في العام 2011، منهم 39% إناث. التعليم الفني والمهني بدايته الأولى في اليمن يعود إلى العام 1895، حيث تأسست أول مدرسة صناعية بصنعاء، وفي العام 90 عقب تحقيق الوحدة اليمنية المباركة استحدثت وزارة التعليم الفني والمهني. في العام 2003 بلغ عدد المعاهد والمراكز الفنية والمهنية حوالي 54 فرعا في عموم المحافظات، وفي العام 2011 وصلت إلى ما نسبته 70 مركزا ومعهدا، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين مهنيا وفنيا ما نسبته 12,482. في العام 2011 وصل ما نسبته 70 مركزا ومعهدا، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين مهنيا وفنيا ما نسبته 12,482 في العام 2003، ليرتفع بحلول العام 2011 إلى ما نسبته 25,093 طالب وطالبة، منهم 2,876 إناث. بلغ حجم الإنفاق على التعليم الفني والمهني في العام 97 مليار ريال، ولأهميته في إعداد جيل حرفي مواكب للعصر ارتفع في العام 2005 إلى 9 مليار، ليصل في العام 2011 إلى 15 مليار ريال من الخزينة العامة. على مدى 3 عقود من عمر المؤتمر الشعبي العام أثبت أنه تنظيم وطني رائد قاد مسيرة البناء والإنجاز والتنمية في أحلك الظروف وفي وهج الفتن والمؤامرات، متجاوزا كل الصعوبات، منتصرا شامخا أمام كل التحديات.